الشهرة سوت فيك؟ ما سويت شيء. شنو سويت؟ نعمة ولا نقمة ولا الاثنين؟ نعمة. نعمة بس يعني في مرات تصير يعني مواقف من السوشيال ميديا كل أول أنا شابني حق هالمجال كذي يصير فيني، بس لا يعني في يعني الإيجابيات أكثر الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنا لما أدش أقرأ الناس يدعون لي والناس شلون يحبوني وفانزاتي إيش كثرهم وجمهوري إيش كثرة والفزعة الحمد لله نعمة. اليوم شلون تعامل مع الانتقادات وخصوصاً في انتقادات دائماً تكون حادة؟ التنشين الانتقاد هذا ولا لا؟ أتابع وأشوف وأحاول أصلح من نفسي إذا كان هذا الانتقاد حقيقي وفعلاً يبي المصلحة لي. طبعاً إذا كان في انتقاد يسمونه انتقاد بناء. نعم. أكيد راح أخذه وأحطه بمخي وأقعد أعدل وأصلح النقد هذا لما أنا أصير نفس ما هم يبوني الشكل اللي هم يبوني فيه. أما إذا شيء أنا مو غلطانة فيه لا. ترى بقول لك شغله، الاسلوب اهم شيء. اكيد. وصل الرساله اللي تبيها وقول اللي تبيه بس باسلوب كل شيء يمشي.